يكثف الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي من استعداداته تحضيرا لمواجهة نظيره سبورتينج السكندري في إطار مباريات دور الثمانية من بطولة دوري المرتبط للموسم الحالي 2019-2020. يسعى المارد الأحمر للمحافظة على اللقب وتقديم موسم استثنائي، لا سيما أن الفريق يمتلك أفضل العناصر في مصر، يأتي على رأسهم ثريا محمد وهي أفضل مسجلة للنقاط في بطولة إفريقيا الماضية والتي أقيمت بالسنغال بعدما أحرزت 85 نقطة لتعتلي صدارة هدافات البطولة القارية لأول مرة في تاريخ كرة السلة النسائية المصرية. وقدمت نجمة الأهلي أداء مبهرا في البطولة القارية، حيث استطاعت تسجيل 21 نقطة في مباراة كوت ديفوار بدور المجموعات، تبعتها بتسجيل 12 نقطة أمام السنغال مستضيف البطولة بنفس الدور، ثم قادت المنتخب للعودة من بعيد أمام المنتخب الكاميروني ونجحت في تسجيل 23 نقطة لتعبر مصر عقبة منتخب الأسود في الثمن النهائي، ثم سجلت 17 نقطة أمام منتخب موزمبيق وتبعتها بتسجيل 5 نقاط أمام أنغولا في مباراة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، وأخيرا سجلت 7 نقاط أمام كوت ديفوار في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن. تمتلك ثريا مهارة كبيرة في تسجيل الثلاثيات بعيدة المسافات، إضافة إلى قدرتها على الاختراقات وصناعة اللعب والتمرير بدقة عالية لزملائها. مسؤول القلعة الحمراء نجحوا في التعاقد مع الأمريكية شاكلتان التي تمتلك خبرات كبيرة في الدوريات العربية بعدما قدمت مستوى مميز مع فريق الرياض اللبناني، وتأمل الجماهير الأهلوية في أن تكون المحترفة خير داعم للفريق خلال هذا الموسم بعدما نجح أغلب فرق الدوري في تدعيم صفوفهم بعناصر ومحترفات مميزات، يأتي على رأسهم أندية الجزيرة، سموحة، سبورتينج، مما سيشعل الصراع على البطولات المحلية والتي هيمن عليها النصر الأهلاوي خلال العام الماضي. زي ما شفنا في التقرير ما شاء الله نجمات السلة في النادي الأهلي وضع مختلف، شكل مختلف فعلا. الفريق السنة دي بشكل مختلف مع كابتن علي هاشم، بداية قوية لكن الملعب والفوز هو اللي بيجيب البطولات. خلينا نرحب بنجماتنا الكبار اللي معانا النهاردة، ومعانا كابتن ثريا محمد نجمة النادي الأهلي ومنتخب مصر. كابتن ثريا بنرحب بك. ازيك؟ منورة. مرسي، منورك ما شاء الله. هنتكلم مع ثريا في حاجات كتيره، بس لازم ارحب بنجمتنا الاول المحترفه الامريكيه اللي اول مره في تطلع على شاشه الاهلي النهارده معانا، فاكيد هرحب بكابتن شاكيلا نون. هي قالت لي كده بالظبط، شاكيلا نون. شاكيلا، هاو ار يو؟ جريت، هاو ار يو؟ فيرست اوف اول، ويلكم تو الاهلي تي في. ثانك يو. اكيد بنرحب بيها واكيد هي هنتكلم معاها، بس خلينا القعده معاها مش سين وجيم مع شاكيلا بالذات. احنا هنتكلم معاها، هي بنت هترد هتتجاوب معانا كلنا، وكمان كابتن ثريا وعدتني ان هي كمان تتحاور معاها على الهواء. كابتن ثريا هبدا معاكي، وفوزك بلقب لاول مره في مصر، اول مره في مصر بنت عندنا تفوز بلقب هداف بطوله افريقيا، ده كان اول مره في تاريخ كره السله في مصر من ساعه ما بدات لغايه دلوقتي. كابتن ثريا فازت بهدافة افريقيا. كابتن ثريا اولا بنبارك لك، الف مبروك. ميرسي، الله يبارك فيك. احكي لي ازاي، ايه اللي حصل، وصلنا للقب ده ازاي، وقدرنا ننتزع لقب قوي جدا مع فرق اقوياء جدا زي افريقيا. اول حاجه طبعا هو كان اكيد بالنسبه لي ان انا اخد كاس هدافة افريقيا في درجه اولى سيدات، ده بالنسبه لي انجاز انا اصلا ما كنتش متوقعه ولا مرتبه له من اول ما رحت البطوله. اول ماتش بدات جبت 23 نقطه في 22 دقيقه، فده بالنسبه لي كان حاجه انا عمري ما عملتها قبل كده، وبالذات في تايم قليل، يعني ان انا اجيب السكور ده في تايم قليل، لا كان بالنسبه لي حاجه كبيره. كملت الماتش اللي بعديه جبت 22 بوينتس، الماتش اللي بعديه 15، الماتش اللي بعديه 17، ما شاء الله. فانا ما كانش في دماغي برضو ان انا ممكن اخد توب سكورر، بس لما جيت قبل اخر ماتش كان فرق بيني وبين اللي ورايا بوينت، يعني انا حتى كسبت في الاخر جايبه 85 بوينت واللي ورايا جايبه 84 من كوت ديفوار، فاحنا كان فرق ما بيننا بوينت واحده بس.
يمكن في الاخر هي فرقت. احنا حتى في اخر ماتش كان مصر وكوتيفوار على السابع والثامن، فكان احنا الاثنين نازلين، هي نازله فرقتها بتباصيلها وانا نازله فرقتي بتباصيلي، هم خلاص يعني سابع. طبعا هي بالنسبه لنا احنا ناخد ثامن ده اوحش، سابع قلنا ان احنا يبقى شيء مرضي ان احنا السنه اللي فاتت نبقى نفس الحاجه طالعين بنفس المركز. ففرقتي بصراحه كانت بتساعدني، كابتن ايهاب كمان كان بيساعدني جدا، كان بيقول لي انت دلوقتي نازله تاخدي تايتل لنفسك وده حاجه عمرها ما حصلت. كان فرق بيني وبين اللي ورايا بوينت، اللي وعدها كان فرق ما بيننا احنا الاثنين 25 بوينت، فكان الفرق خلاص وسع، وكان لسه هي قدامها ماتش، حتى هي جابت 23 فرق، لو جابت 24 اتعادلتوا بالظبط. فكان اللي هو كان خلاص احنا على بوينت ما بيني وبين لو ما كنتش بتفرج على الماتش اصلا، كنت بنزل تحت يا جماعه لما تخلصوا الماتش كلموني عشان مش قادره اتفرج على الماتش. بس لا قد ايه يعني كان الماتش، الماتشات هناك طبعا كان مستويات احسن بكتير، ليفل المحترفات كان فيه هناك احنا عندنا يمكن اللعيبه بتوعنا بيلعبوا هنا بس، مفيش غير مثلا اثنين ثلاثه اللي بيلعبوا بره، وبنضطر ان احنا نستعير بيهم ونجيبهم هنا. بس في بره لا، مفيش حد بيلعب في السنغال، الناس اللي بتلعب في نيجيريا بتلعب، لا بيطلعوا بره ويجوا لهم على ماتشات افريقيا بس. افريج الاعمار حتى هناك كبير، احنا مثلا اكبر واحد عندنا 29 سنه او 30 سنه، هناك لا عادي، احسن لعيبه في افريقيا عندها 38 سنه، فلا كل الاعمار دي عادي. احنا بقى لما حد يبقى 30 لا لازم تبطلي اقعدي بقى في البيت، كفايه حلو قوي كده. فاحنا لا، هي المينتاليتي دي لازم تتغير، ان هناك اهو الناس بتحترف، احسن لعيبه في افريقيا، احسن خمسه في البطوله معدل. بلاش الاحتراف من الاول كده عشان نجيب سكه الاحتراف وهنتكلم لسه في الاحتراف يعني انا اوكي ممكن ما نتكلمش عليه دلوقتي. الاحتراف دلوقتي بس لا يعني بالنسبه لي ان انا اخد جايزه زي دي وانا لسه عندي 24 سنه واعتبر من الناس الصغيره في الفرقه، فده بالنسبه لي انجاز، انا مبسوطه ان انا وصلت له في الفتره القليله دي. واحنا مبسوطين بيكي جدا بجد بصراحه شديده، انا واحد من الناس مبسوط ان عندنا بنت في مصر، سيبك ان هي كمان في النادي الاهلي، لكن موجود بنت في مصر تاخد لقب افريقي، دي حاجه مهمه جدا جدا. نتمنى لمنتخب مصر لكره السله بصفه عامه سيدات ان يبتدي يخشوا على المحفل الافريقي ويبتدي يتجاوبوا ويبتدي يقدروا يوصلوا للدور قبل النهائي ويبتدي يتصعدوا لغايه ما يوصلوا ان شاء الله لنهائي افريقيا ويكسبوه، لان اكيد البنات عندنا مش قليلين عن اي بنت بتلعب في افريقيا. لكن خلينا نبدا باول سؤال مع شاكيله، وهو اكيد هنسالها سؤال مهم جدا، هي تقدر تقدم نفسها للجمهور. بليز ذا فيرست كويشن، انتروديوس يور سيلف. اوكي، ماي نيم از شاكيله نان. يس شاكيله نان. يس اوكي. I'm from the United States. I'm from Georgia. I'm a southern girl. Georgia. Yes. هي شاكيله نان وامريكا جورجيا، بس عشان يبقى الكلام سريع يعني. اوكي. This is my third year as a professional player. And I'm 25 years old. So 25. Yes. Yes. ايه كويس، مش انا ما قدمتش حاجه، قالت لي بس ثلاث حاجات بسيطه صح. إيه مش عايز اتكلم ولا ايه؟ كويس انها ثيرد يير ليها تبقى هنا في النادي الاهلي، ثالث سنه ليها، دي حاجه كويسه قوي انها كويس. وكمان كان في كذا نادي كان عايزها، بس الحمد لله الاهلي قدر ان هو يحسم الموضوع ده ويجيبها في الاهلي. كم نادي كان عايزها قبل ما تيجي النادي الاهلي؟ اثنين. لبنان وهنا. لبنان وهي كانت بتلعب في لبنان قبل ما تيجي؟ السنه اللي فاتت كانت بتلعب في لبنان. يو ار بلاينج ان ذا ليبانيز تشامبيونشيب لاست يير رايت؟ يس. الرياضي اللبناني. يس رياضي رايت؟ يس. يس. فيرست داي تأتي الأهلي. يس. What is your impression and your feeling the first day? The first day I got here I was actually very overwhelmed. I wasn't expecting the size of the club, the amount of love when you walk in, people are just speaking, saying hello, you know, introducing themselves and everything. There was a lot of names that I had to learn in a small amount of time. But it was really exciting. I was happy to be here. هي اصلا حتى كمان كانت بتقول لي انها تلعب في نادي زي الاهلي ده بكميه بحجم الموضوع عندها شويه كبير. ايوه مختلفه في اوروبا برضو ما عندهمش كده، في امريكا ما عندهمش حجم الانديه كده. هي كمان لما شافت السنه اللي فاتت في لبنان كان بيبقى عندهم ناس بتشجع وكده، بس هنا هي مش انا حتى كنت بقول لها فوق دلوقتي انه انت لما تيجي بقى تلعب نلعب بقى ماتشات بقى فاينل ولا سيمي فاينل هتنبهر بقى. دي حقيقه. طيب خلينا من شاكيله دلوقتي وخلينا نقول علاقتك بيها ايه لما جت النادي الاهلي، لما دخلت في وسطيك؟ لا هي قد ايه انسجمت بسرعه جدا، كانت لا هي كانت فعلا بارت اوف ذا تيم بسرعه جدا جدا جدا. هي ما خدتش يعني معانا غير بسرعه، اللي هو حتى كابتن في السهوة يعني هي بجد، هي وكابتن علي كان من الاول عمال يقول لنا ان هي جايه واحنا جايبين حد كويس من فريق لبناني، ومن الاول وهي جت معانا لا احنا ما حسسناش خالص ان انت محترفه فهناخد لا خالص، هي كانت معانا من الاول وداخله وسطينا، علمناها كلام عربي، بقت بتاخد وتدي معانا على طول، رحنا لها مره البيت، جات لنا مره بنخرج مع بعض، فلا احنا معاها، هي مبسوطه حتى كمان معانا، هي
حاسه قد ايه هي مبسوطه معانا. You're happy with us, Shakila, right? Of course. Yes. I want you to come to go back. Okay. Little bit. Okay. Tell us about the details about the negotiation between you and the club. Mm-hmm. What's happened? So my agent was actually more with the negotiation part. And it actually came between Lebanon and Egypt again. So it was more so just deciphering between the two and what I wanted to do. And, you know, I wanted to do something different as well. So I've never been here before. Of course, I want to experience the culture, the people. I've seen the fans, and it's amazing. So I wanted to experience that part. And it was actually pretty smooth going from there. The negotiation easy or more some difficult? I would say it was pretty easy. My agent was the one that was able to bring it to me. And then it was just a decision between where I wanted to go from there. هي بقى خلاص قررت عايزه تيجي. خلاص الاهلي. هي شافت الموضوع مختلف، هي شافت الموضوع مختلف، هي يعني الملخص اكيد مش حرفيا يعني هي بتقول ان هي لما شافت الموضوع مختلف للنادي الاهلي هي قربت للنادي الاهلي بالظبط وقدرت تحب النادي الاهلي. هرجع لك، لازم ارجع لك. الاحتراف حلم اي حد. اكيد انت اللي خليتيني قلتي لي ان في افريقيا والاحتراف فارق وكسر. لما جالك احتراف في مصر يعني خارج مصر عفوا وقفنا ليه؟ والله انا لما جالي الاحتراف زمان جالي يمكن وانا صغيره، جالي قبل ما اخش جامعه، كانت ساعتها انا دماغي قلت لا انا خايفه ان انا اسافر وانا مش عايزه اطلع بره، مع ان ده كل الناس دلوقتي بتسافر، كل الناس عادي، الدنيا سهله جدا يعني عادي يعني، او لو تعاد بيا الزمن 30 مره هسافر، مش هعمل نفس اللي انا عملته، هكتسب اكسبيرينس اكتر، هكتسب ان حتى تعليم بره كمان يمكن احسن، هكتسب ان انا هلاعب ناس ثانيه ما لعبتهاش، مش بس هبقى محدوده في الدوري المصري بس، لا هبقى شفت بره وشفت هنا، ما يمنعش ان انا اشوف بره واشوف هنا، فده بالنسبه لي الاحتراف. لا طب وليه ما جربوش؟ بس طب لا 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 انت كده بتجري مني. لا 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 مش هجري مني، بس هرجع لها. بس لا انت كده هي يعني سوريا بتجري مني في الكلام. من الاخر سوريا جالها احتراف خارجي في مده قريبه جدا، وجاي النادي الاهلي جواب رسمي ان هي تسافر تحترف في المغرب مع نادي تلعب معاه البطوله العربيه، صح كده؟ بالظبط. كويس، ايه اللي حصل؟ عايز المفاوضات، ايه اللي حصل بالظبط معاكي؟ هو اول لما الجواب بتاع المغرب وصل النادي الاهلي هو الكابتن كلمني على طول، انت جاي لي الجواب كذا كذا كذا، انا جاي لي ان انا هروح بطوله عربيه من يوم 2/11 ل 11/11. بس يعني انا كان عندي المفروض برضو كانوا مختاريني في بطوله 3/3 مع المنتخب، مسافره بطوله افريقيا يوم 6/11، من 6/11 بتاهل ايه بطوله 3/3؟ هي افريقيا مش بتاهل لحاجه، بطوله افريقيه، بطوله افريقيه مش بتاهل لحاجه، بس هي يمكن في نص الوقت بتاع البطوله العربيه. وانا مختاريني بالاسم، فانا موجوده واسمي نازل على السايت وكل حاجه انه انا متاخده. طب اللي كان ممكن يحصل مشكله لو غيرنا الاسم، ولا كان لازم يمكن هم ما قدروش ان هم غيروا الاسم، سالوا ساعتها المدير الفني لو بالنسبه لك انها تتغير. لا انا بالنسبه لي سوريا انا عارف، هو كان المدير الفني اللي ماسك المنتخب دلوقتي كان معايا في منتخب ال 18 سنه فهو عارفني. لا انا عايزك معايا. فهي اتقفلت من هنا انه لو قرار المدير الفني فهو شايف ان انت كويسه وان انت وان انت وان انت وانت عارفك من قبل كده، فلا خلاص انت هتبقي مع الثلاثه على ثلاثه. فساعتها المفاوضات فعلا اتقفلت، يعني ما لحقتش توصل للاهلي ان يبقى المفاوضات ما بين الاهلي والمغرب، لا هي اتقفلت من الاتحاد اصلا من الاول. هنكسب افريقيا 3/3 ولا الموضوع بعيد؟ والله يعني لو يعني ان شاء الله ناخد ميداليه ان شاء الله، لو اتحطينا في التوب 3 يعني لا بالنسبه لنا دي حاجه احنا عمرنا ما عملناها. احنا في افريقيا اللي فاتت ما دخلناش اصلا دور الثمانيه، فده بالنسبه لنا لو احنا خدنا ميداليه انجاز طبعا عمرنا ما عملناه. من وجهه نظري بعيد عن كابتن سوريا خالص، وجود كابتن سوريا محترفه في نادي بره مصر اعتقد دي يكسبها خبره اكتر، لكن اكيد لعب باسم مصر هو شرف لينا كلنا، واكيد هي عايزه تلعب باسم منتخب مصر، بس كنا لازم نفكر شويه ان هي تطلع تحترف وتاخد خبرات مختلفه عشان تقدر تساعد منتخب مصر بالذات في الملعب الكبير، مش 3/3، لكن ده قرار الاتحاد واكيد كلنا بنحترم قرار الاتحاد. Do you learn Arabic? So I've learned more Lebanese Arabic than I have, I guess, the original Arabic. It's not as easy. Okay, you just tell them about the dessert. Yes. لسه هخش على الايجيبشن فود دلوقتي لسه. I do know my favorite thing to say in practice is يلا حبيبتي.
That's my favorite. Yeah. That's what... Of course. يلا حبيبي طول الوقت يلا حبيبي يا كله كله كده كله بيقولها في الملعب كده يلا وهي كمان يلا خلاص بس بقت هي ده اللي عارفاه هي ده اللي ابتدت تقوله معانا يعني قولي لي بتتعاملوا ازاي معاها في الفرقه يعني اكيد برضو ما شاء الله انا عارف كلكم بتتكلموا انجليزي كويس لكن اكيد برضو تعامل في سرعه في وقت الملعب مختلف شويه معاكي هو حتى او معاكم بصفه عامه دي حقيقه فعلا ده بيحصل بس احنا مثلا لو في قبل الماتش او حاجه مثلا في واحده بتبقى واقف حد بيوقف معاها من الفرقه اللي هو لا انت هترجمي لها دلوقتي هتعمل ايه في الملعب هي وجودها طبعا في الملعب بيبقى من الاول فلازم بيبقى حد واقف معاها انت مطلوب منك انك هتعملي كذا 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 في الهجمه دي هتعملي كذا في حتى لما انا بكون في الملعب معاها او تعبانه او حاجه لا بروح لها على طول عشان تبقى معانا على طول بنتعامل مش بننساها بصراحه كابتن علي ساعات حتى بيروح يقول لها انت مطلوب منك انك تنزلي تعملي كذا في الملعب على طول معاها وعلى طول بيبقى يعني لا الاتصال بيتكلم معايا يعني يلا 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 حبيبي يلا كابتن علي يلا سكينة كابتن علي ستيلينج يو يلا every time right talking with you in Arabic كويس طيب عايز اسالك على حاجه مهمه جدا البنت المصريه وصلتي بالذات انت هكلمك على الموضوع ده حسيتي بوقفتي على نص تتويج ووقفتي بقيتي بطله وبتحصلي على لقب ايه الفرق بيننا وبين انجولا نيجيريا البلاد اللي حوالينا الافريقيه بالذات ايه الفرق ايه العمليه اللي تقرب علينا انا الصراحه من وجهه نظري شايفه ان الفرق في المحترفات ان هناك هم عندهم كم محترفات رهيب يعني هم فريق نيجيريا او السنغال او انجولا او كل الفرق دي بتلم الناس في بطولات افريقيا وتصفيات افريقيا وكده لكن هم ما بيلعبوش اصلا في بلادهم الا محترفه في فرنسا محترفه في امريكا محترفه في اليونان محترفه في اي بلد تانية غير بلدها اصلا فانا شايفه بصراحه ان الاحتراف هو وحتى اعمارهم ده بقى حاجه وان القوه البدنيه دي بقى حاجه تانية خالص يعني احنا حتى في افريقيا لما كنا بنلعب ماتش كل يوم احنا كنا بنيجي على الماتش الرابع لا احنا عايزين اجازه مش قادرين احنا بس يعني حد نوادي الفرق الثانيه عادي يعني بتلعبوا ماتش مثلا 9 بالليل و1 2 الظهر فاحنا مش متعودين على كده احنا يمكن ينقصنا فعلا القوه البدنيه دي ناقصه من عندنا جدا طبعا دلوقتي ابتدينا بقينا عندنا برنامج تدريبي بيجيبوا لنا مخطط احمال معانا في المنتخب ده بيبقى ماشيين على نظام معين فلا طبعا الناس دي دلوقتي لما ابتدت تهتم بدأنا ان احنا مصر بجد جايه لا احنا كسبنا الكاميرون بعد ما كنا خسرانين 17 بوينت في الشوط الرابع وكسبنا ودخلنا دور الثمانيه شايفه ان احنا قريبين للمستوى الافريقي لا بجد شايفه بعد ما اهتمينا بالموضوع البدني ده احنا ما نقدرش ان احنا نكمل 4 ماتشات ورا بعض بس بنكمل عندنا يمكن روح مش موجوده عند حد يعني يمكن احنا اذكى انا بجد لما باجي ادخل على الباسكت واعمل فيك لواحده بتنط ولا حاجه مفيش دماغ بس قوه بدنيه لا صالحهم طبعا مستوى العالم بعيد عنه ولا قريبين لا والله مش يعني مش بعيد هسالها نفس السؤال ليها عشان اسالها على المستوى العالمي وفرق مصر على المستوى العالمي how far we are from international standard basketball I wouldn't say there's actually a standard when it comes to international basketball I think it's just different types of styles and in that regards I would just say it's just a different style of basketball We're all the same. We all shoot, you know. We all rebound. We all do all the small things. We play defense and everything. So I wouldn't really say there's a certain standard of how far or where we are from it. It's just a different style of the game. Far away? Well, I'm saying I wouldn't say that there is the difference between. It's just a different style of the game. كله بيعمل نفس الحاجة. هي بس بتقول الفرق كبير في الستايل. صح كده؟ مظبوط. أنا عارف معلمة الإنجليزي قاعدة جنبي. كله بيعمل نفس الحاجة. بنتكلم على الستايل بنتكلم إن هي عندهم ريباوند وبتتكلم عنهم ديفنس وكل كده. وإحنا كمان بنعمل نفس الحاجة. نفس الكلام بس في فرق. بس طبعا في فرق بس فعلا هي زي ما هي قالت في فرق بس احنا كلنا في الاخر بنعمل نفس الحاجه يعني يمكن لو الانترناشونال ستاندرد بتاع الباسكتبول فعلا بره يمكن احسن بس لا احنا برضو بنعمل ريباوند بنعمل ديفنس بنعمل اسيست بنعمل نفس كل حاجه بتعملي كل حاجه بس هي عندها شويه قوه شويه روح شويه لياقه اعتقد كده ولعبت ناس تانية يعني لفت ولعبت عندها خبرات بالظبط عندها اكسبيرينس اكتر من يعني اكتر من كذا حد يعني اكسبيرينس بالنسبه لك هي اهم حاجه يمكن يمكن خلاص انا نمشي مع كابتن سوريا لكن لو الاهلي النهارده عايزين نشوفه على المستوى الافريقي نادي الاهلي رايك ايه رايي هو النادي الاهلي فعلا موجود على المستوى الافريقي يعني كويس. هو فعلا موجود كويس بس
محتاج فعلا ان هو يشارك. لو شاركنا مره في اثنين في ثلاثه، لا خلاص هنبقى موجودين، في المركز ما فيش طبعا حاجه اسمها المركز الثاني ده خالص، فاحنا هنبقى موجودين. ما عندناش مركز ثاني. مين مركز ثاني؟ ما فيش حاجه طبعا اسمها مركز ثاني. انت خلصت عليه النهارده. لا مش حاجه اسمها مركز ثاني ده طبعا خالص، بس انا قصدي ان المركز الاول لا مش بعيد عن النادي الاهلي خالص، ولا حتى في بطوله ده بطوله عربيه حتى مش بعيد، ولا بطوله عربيه ولا بطوله، احنا فعلا موجودين. واحنا لو عندنا احنا عندنا هو محترفه كويسه، معانا محترفه ثانيه في بطوله افريقيا وبطوله عربيه بلس الموجودين، احنا بجد المحليين عندنا اللي هو احنا احسن من الناس اللي بره كلهم، احسن من بطولات العربيه اللي بنيجي نلعب مثلا الاردن ولا تونس ولا لبنان او كده، محترفين جامدين بس المحليين احنا احسن بكتير بكتير. فاحنا فعلا موجودين، مش يعني مش محتاجين كتير عشان نوصل لاول افريقيا. يعني شايفه ان النادي الاهلي قريب ان هو يقدر ينافس على البطوله الافريقيه؟ طبعا طبعا موجود. طب رغم خسارتكم البطوله العربيه اللي فاتت، لكن الناس كلها كانت متحمسه لفريق كره السله بالزبط. سيدات في النادي الاهلي، حتى الجمهور ما يعني ما قالش حاجه وحشه فينا خالص. حتى كومنتات على الفيسبوك اي حاجه ما كانتش فعلا، الناس كانت بتشجعنا لاخر سنه، خسرانين 20 ولا 5 لا معانا للاخر. احنا فعلا كنا بنبقى مستنيين الجمهور ده عشان يكون موجود معانا، وفعلا هما كانوا موجودين معانا. خسرانين في اخر ماتش في فاينل مع ان احنا بجد كان نفسنا نكسب، بس احنا يمكن عشان ما دخلناش البطوله دي قبل، النادي الاهلي ما دخلش البطوله دي قبل كده، يمكن كان ينقصوا فعلا الخبره دي اللي هي بتاعت ماتش الفاينل. بس احنا لو تقدروا تعدوا، لو كان معانا محترف، احنا كان معانا محترف واحده بس، يمكن عشان الوقت كان قليل وكان ضيق وكل حاجه، لو بجد معانا محترفه ثانيه الوقت كان يسمح لنا عادي ناخد اول مستريح. سريع كلامك بصراحه شديده. والمنافسه المحليه، المنافسه المحليه احنا دلوقتي عندنا ماتش سبورتنج في دور الثمانيه، كله عنده محترفين وكله دخل محترفات، ده حقيقة. ده حقيقة. احنا عندنا جبنا محترفه، والجزيره جاب محترفه، اهلي جاب، سموحه جاب محترفه، سبورتنج جاب، كله، وهليوبلس جاب، كله جاب محترفه، كله. فكله عايز الدوري السنه دي اصعب من اي سنه عشان كله معاه محترفه، وكله اللي هو لا ناوي ينزل. مش الاهلي المفروض ما لا ما ياخدش الاربع بطولات، بس احنا دماغنا لا احنا مش هنتنازل عن اي بطوله، كل البطولات معانا. يمكن دي حاجه غريبه بالنسبه للاهلي وسبورتنج ان هم يتقابلوا في دور الثمانيه، بس احنا التارجت بتاعنا واضح، هنقابل سبورتنج دور الثمانيه، هنقابل سموحه دور الاربعه ورا بعض ورا بعض. الفاينل هو ممكن مثلا يبقى اسهل من دور الثمانيه او دور الاربعه. يعني اللي يعدي قصدك من دور الثمانيه ودور الاربعه خد المرتبط. خد المرتبط. نفس الكلام في الكاس. كانت رايها ايه لما شافت الدوري في مصر وشافت اللعبات في مصر وشافت الماتشات في مصر؟ لا هي فعلا شايفه ان الدوري في مصر يمكن احنا لحد دلوقتي. What's your opinion about here playing in the Egyptian league? What was my opinion? I mean, it's exciting. I know we're just getting started and we have this long break right now, so I'm excited to start it back up in November. I don't know, it's more excitement than anything. You know, I'm still a newcomer when it comes to being a professional and everything. No, you're not a newcomer. Well, you're part of the team now. Of course, I'm part of the team, but newcomer in the regards of just playing yes. professionally overseas and everything. True. Do you think we're gonna win, right? Of course. Yes. It's always that mindset. It's always that mindset. اهم حاجه هنكسب. ما عندهاش اوف كورس. عجباني جدا بصراحه شديده، عجباني روحها، لان هي بتتكلم عن مكسب، هي جايه عارفه النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي، لما شافت النادي الاهلي الموضوع عندها مختلف، هو المكسب اهم حاجه عند شاكيلا وعند بالظبط، وهي الروح والمكسب ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقهم في المرحله اللي جايه. كلميني بتعمل ايه معاكم؟ بتخرجوها؟ مين بيخرجها؟ مين بيشتغل معاها؟ يعني مين؟ اكيد مصريه، مصريين يعني. موضوع مختلف شويه. دي حقيقه فعلا، احنا رحنا لها مره البيت. كيو يو كوكت فور اس، دو يو ريمبر؟ يس عملت لنا اكل قبل كده عندها في البيت. هي بجد طباخه شاطره جدا. بس امريكاني؟ لا. كيو، وات ديد يو دو؟ تشيكن رايت؟ يس. ايجيبشن فود؟ Not quite. my favorite Egyptian food is desserts, actually. I'm a dessert person in general. Just telling. I can't pronounce it, but it... Baklava. That. yes. and it has pistachios in it. So... عشان هي... You love dessert, right? Yes. بتحب الحلويات رهيبة. فعلا. بجد بتحب الحلويات جدا وبالذات البقلاوة. بتحب هي غالبا أول مرة تدوقها هنا فمن كل... عاملين سوريا كلوا دماغي في الايربيس قالوا لي البقلاوة مش مصري. اصلا هو مش مصري. أوكي. مش عارف انا قلت بتتكلم بقصه وبعدين هي بتحبها هنا. هي بتحبها جدا، بتحب الحلويات بصفه عامه. هي بتحب وهي بتقول انا بجد يو لاف فود رايت، يو لاف فود اوف كورس ام فودي. بتشتغل خلاص على الاكل المصري خلاص بقى. لا بس هي بجد لما جابتنا عندها البيت مره بتعمل اكل حلو قوي واحنا خلاص يعني حتى كذا واحده من الفرقه راحت لها، مش بس واحده ولا اتنين، لا احنا النهارده عندنا حاجه عندها في البيت، لا احنا هنروح لها
كلنا رحنا لها وكلنا قد ايه كنا مرحبين، واللي هو عايزين نخرج بقى معاها لو حد عايز يوديها اهرامات بتاع، فهي نفسها نفسها. Do you want to go to the pyramids, right? Yes, so we were actually talking about that. I have not gone yet. لسه ما راحتش. I'm actually shocked some of my teammates still have not gone. So I'm trying to make it where we can all go together. جميل جدا. Egyptian food, فول، طعمية، كشري. كلت الكلام ده ولا ما اكلتوش؟ Did you eat فول؟ فول. The Egyptian food, yes? Yes. No, I have not. Not all of it. I haven't experienced everything yet. So I'm gradually getting my way into it. واحدة واحدة. واحدة واحدة. واحدة واحدة تاكل. هي نفسها واحدة واحدة هتخش مصري وهتلاقوها في الحسين وهتلاقوها في كل حتة والسيدة وهتلف مصر كلها. لا فعلا روحها جميلة، فعلا روحها متواكبة مع النادي الأهلي. أكيد في المرحلة اللي جاية عندنا تحديات قوية جدا. أكيد طبعا. في النادي الأهلي. تحدياتنا في المرحلة اللي جاية نعمل إيه؟ تحدياتنا احنا دلوقتي طول كلنا مركزين ان الفترة اللي جاية دي، يمكن احنا مثلا قايلين ان الفترة اللي جاية دي تعتبر فترة اعداد جديدة. هنقعد 22 يوم بنتمرن مستعدين لماتش سبورتنج. هنلعب سبورتنج رايح جاي، سموحة رايح جاي، وان شاء الله فاينل رايح جاي. فيبقى عندنا 6 ماتشات في اقل من 11 يوم، فكتير قوي. والست ماتشات اتقل من بعض وورا بعض، يعني حتى احنا هنلعب سبورتنج يوم 21، ماتش الرايح عندنا، الراجع 25، يعني ورا بعض مش هنريح خالص. طبعا هنسافر يوم 23، فيبقى تمرينه واحده بس مثلا اللي تبقى في النادي، واحنا ملعب سبورتنج مش واخدين عليه، هم برضه مش واخدين على الملعب عندنا. فنفس الكلام ماتش سموحه، نفس الكلام ماتش الفاينل ان شاء الله. فده بالنسبه لنا، لا احنا مركزين من دلوقتي ان احنا عايزين ناخد الماتش ماتش، ومركزين ان احنا التارجت بتاعنا اول في كله ده اكيد. جريتي بمره واحده قالت لي ماتش دور الثمانيه صعب ودور الاربعه صعب، بس هنلعب فاينل في 11 يوم، فالامور صعبه جدا. خلينا نخرج لفاصل ونرجع نكمل مع كابتننا الكبار. مرحب تاني بنجومنا الكبار، نجوم الباسكت في النادي الاهلي لكره السله سيدات. وفعلا وقفنا انا وكابتن سرايا عند سؤال مهم. هي بتقول لي اصل الامور صعبه جدا، دور الثمانيه صعب ودور الاربعه اصعب، لكن الفاينل اسهل. لكن في الاخر ابقى قالت لي 11 يوم وان شاء الله في الفاينل ونلعب. هنريتش الفاينل على طول وهنروح على الفاينل على طول، ولا رايك ايه ممكن يحصل اي حاجه في السكه؟ لان الجمهور انت عارفه مش هيستنى اي حاجه طبعا لاي فرقه في النادي الاهلي. دي حقيقه. بس احنا طبعا بالنسبه لنا هي ماتشات بيست اوف 3، كل ماتشات رايح جاي بالنسبه للدور الثمانيه ودور الاربعه. احنا طبعا مش سامحين ان يبقى في ماتش ثالث اصلا، يعني احنا عايزين نكسب الماتش اللي عندنا والماتش اللي بره. ده طبيعي، والاهم من كل ده الماتش اللي عندنا. تكسب اللي عندنا اللي عندك الاول، خلاص رحت الماتش اللي بعديه مستريح نفسيا على الاقل، ان انت كسبان واحد خلاص تكسب الثاني باي سكور عديت. بالذات كمان ان فريق ال 18 عندنا المرتبط يعني كويس قوي قوي قوي، فيعني من الصعب ان هو يخسر ماتش او يعني لا مش هيخسر ولا ماتش ولا ماتشين، هيعدينا ان شاء الله. فلان احنا نلعب دور الثمانيه ده طبعا ماتش صعب قوي مع سبورتنج، ان شاء الله عديناه. رحنا سموحه ده يعني يعتبر بالنسبه لي سموحه سبورتنج اقوى فرقتين منافسين طبعا، بالذات كمان بعد ما جابوا محترفات وبعد ما جابوا تدعيم من هنا. فلا هم بينافسوا عادي خالص، يعني دعموا دعمنا بالظبط، دعموا دعمنا وجابوا لعيبه من هنا من نوادي تانية. فلا هم زي ما هم كويسين احنا كمان كويسين. وكابتن علي بجد عامل حساب لكل ماتش، عامل حساب يعني حتى واحنا بنلاعب اضعف فرقه، لا احنا ما فيش حاجه عندنا اسمها اضعف فرقه، بننزل فول باور. احنا الخمسه يعني بنبقى مش بيريح خالص، بنلعب بنعمل عليهم حتى كل الخطط، مش بنخبي حاجه لشايلينها الماتش جامد، لا بنلعب كل اللي عندنا، بنبقى عايزين نشوف كل حاجه احنا ماشيين كويس ولا لا. هي برده بتلعب معانا كويس، بنبقى برده عايزين ان احنا نشوفها اكتر، فبنضطر ان احنا نلعب كل الالعاب بتاعتها. حاسه ان في انسجام معاها في الفرقه ولا لسه ما انسجمتش مع الفرقه؟ لا طبعا في الاول كان الموضوع بيبقى صعب، ان هي لسه مش منسجمه، مش عارفه انا بعمل ايه، فهي تقطع معايا امتى، فهتاخد الشوطه امتى. لا طبعا من الاول ده كان محتاج بالكلام طبعا كله اتحسن. لما انا ببقى داخله على الباسكت بقول لها اقطعي معايا، بتقطع معايا بديها كوره بتبقى لوحدها خالص. فلا كذا حد بيساعدها في الفرق، انا هعمل دلوقتي كذا، فهي خلاص بقت دلوقتي حافظه مين بيعمل ايه دلوقتي، انا هستلم الكوره امتى خلاص. لا هي بقت الكوميونيكيشن ما بيننا بقى سهل جدا، يعني سهل جدا. من اول يوم شفت فيه كابتن سرايا بصراحه شديده، وانا كنت اول حلقه معاها هنا لما جت النادي الاهلي كان روحها عاليه، وطول عمرها بتتكلم وهي قاعده هنا في الهواء في الاستديو عندنا في قناه الاهلي، بتتكلم بروح
وبره الهواء تتكلم بروح وبتلعب في الملعب بروح. روح الفانيلا الحمراء طاغيه على كابتن سوريا، لكن هي مش طاغيه على كابتن سوريا، طاغيه على نجمات الفريق، بتلعبوا بروح قويه جدا. دي حقيقه. حتى السنه اللي فاتت لما احنا كان عندنا مصدر القوه في هذه الروح في الفريق والله صراحة. احنا مع بعض كلنا كلكم دي حقيقه كلنا احنا باللي هو بنبقى حتى في الاول والثاني لما بنكون وحشين بنبقى عارفين ان احنا في الثالث والرابع احنا نازلين نكسب، هي ما فيهاش اوبشن، لعبنا وحش لعبنا حلو هنكسب ما فيهاش. فحتى زي ما احنا السنه اللي فاتت كان في ماتش في البطوله العربيه في السيمي فاينل خسرانين فرق 5 بوينتس وفاضل 17 ثانيه كسبنا الماتش عادي خالص، لا احنا بروحنا قايلين احنا مش هينفع ان احنا نخسر الماتش ده، احنا نازلين السيمي فاينل ده يودينا فاينل خلاص، ماتش ما فيهوش يا اما تلعب على ثالث ورابع. فاحنا مفيش حاجه اسمها كده اصلا، احنا نازلين الماتش السيمي فاينل ده اللي هو اهم من الفاينل اللي هو اهم يعني عشان يوصلك للمرحله اللي بعديها. اكيد السوشيال ميديا في حياتنا اكيد ليها طابع خاص، وليها دلوقتي كل السوشيال ميديا في العالم هي اهم حاجه عند كل الناس. السوشيال ميديا بالنسبه اكيد لحياه شاكيرا اكيد فيها نقطه مهمه. السوشيال ميديا از امبورتنت ان اور لايف ناو. واتس ذا بيست كومنت؟ What's the best comment? Comment, yes. I would just say anyone welcoming me here. I am far away from home, so anytime people are welcoming and just saying, you know, like, we're so glad for you to be here and I can't wait to meet you. It's very warming. It's like heartfelt. So I really like غربة those. بقى غربة 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 وكده غربة والدنيا صعبة. لكن الكومنت with Arabic or with English? Sometimes it's in Arabic, so I definitely have some friends that I screenshot and send, and I'm asking what's being said. because I need a translator. And then sometimes it is in English. And then so I've seen where it's actually both. I didn't know you can actually do that, but it'll be some words in English and then some in Arabic. And I'm like, okay, this do is you different. Do you understand it? Not at all. It's some in English. Do you get it? I get the, I try and understand, but I still just send it. And I'm like, no, can you translate this to Arabic? No, English. هي يعني بيكون لها كومنتات عربي كومنتات انجليزي، هي ما عندهاش مشكله تعمل سكرين شوت وتبعتها لاصحابها واصحابها يترجموا لها ويرجعوا لها تاني. الحياه بقت سهله، السوشيال ميديا فعلا قربت الناس. كابتن سرايا نجمة السوشيال ميديا ولا بعيد عن السوشيال ميديا؟ والله لا بصراحه ببص على السوشيال ميديا يعني، بس بتهتمي بيها؟ لا عادي مش بهتم بيها قوي، بس بعد بطوله افريقيا بالذات دي لما لقيت كم الناس اللي عامله لي اد مثلا على الفيسبوك رهيب، ومش بس من مصر بقى، الناس بقى بتشوف. عملت لك اد على الفيسبوك ولا؟ يعني ممكن تعمل لي اد على الفيسبوك؟ ما عملتليش اعمل لي اد عادي. مستحيل، نجمه كبيره زيك طبعا لازم. فلا يعني بعد بصراحه اخر بطوله انا لعبتها دي كميه الناس اللي عملت لي اد على الفيسبوك كان بقى ورا بعض، خصوصا كمان ان فيبا بقت بتنزل لي فيديوز كتير جدا ورا بعض. فالناس يعني اراوند ذا وورلد كان كله خلاص بيبص انا بعمل ايه وانا لعيبه وشوف بقى كومنتات الناس كانت بتتكلم، انت دي اول واحده مصريه تعمل كده، دي اول. حتى الاتحاد كمان بجد دي فعلا كان واقف معايا في الفتره دي، ولما انا كان فعلا منزل حاجات كتير، كان منزل بجد حاجات كتير، ان انا لازم يا جماعه نحيي اللعيبه دي اول لعيبه مصريه تاخد توب سكورر في افريقيا، ودي حاجه عمرها ما حصلت. فلا كنت بشوف كومنتات من الناس القريبه والناس اللي مش قريبه، كل الناس كانت بجد بتنزل لي بوست. شادي قال لي هيحييكي على الموضوع ده في اخر الحلقه يعني على طول بيقول لي الكلام ده. هو هيحييكي، هيحيي كابتن سرايا عشان دي اول نجمه عندنا. هنسيب السوشيال ميديا ولازم نقول كلام للجمهور، اكيد الجمهور مستني من كابتن سرايا النهارده كلام واضح جدا، الناس عايزه تسبق الاحداث وعايزه تعرف ايه، تقولي ايه للجمهور النادي ده؟ هقول للجمهور ان احنا بنوعده زي كل سنه، زي ما انا جيت الاهلي السنه اللي فاتت ووعدناه بالبطولات كلها، يمكن السنه اللي فاتت اخفقنا في بطوله واحده، السنه دي احنا مش هنفرط في اي بطوله، البطولات كلها ان شاء الله للنادي الاهلي. بنطلب من الجمهور بس ان هو يفضل ورانا ويجي يساعدنا في الماتشات ويجي يشجعنا في الماتشات، احنا محتاجين بجد الجمهور يكون معانا. الماتشات ضعيفه مش ضعيفه، سيمي فاينل كوارتر فاينل، نفسنا الجمهور فعلا يكون موجود. جمهور النادي الاهلي هو كل حاجه، هو مجرد بس وجود الجمهور زي برده ماتش السنه اللي فاتت اللي كنا خسرانين، الجمهور بس وجوده هو اللي كسبنا من غير ما احنا نعمل. حد الباسكت بيسمع دخول جمهور ولا مش سامع؟ يعني بيشوفوا دلوقتي المحاولات ان هو يدخل؟ لا اعتقد خلاص دلوقتي بقى يعني في كذا جمهور بيدخل، يعني مش يعني هو برده يعني حاجه مهمه جدا بالنسبه للجماهير في الصلاه، وهقولها تاني واقولها تالت واقولها رابع. يا جماعه الموضوع سهل، ممكن يدخل 25 من الجنبين، 50 50، وتحطوا قرارات وتحطوا قوانين على كل جمهور بتضرر على اي نادي. اعتقد ان ده الجماهير ملتزمه، الجماهير بتخش. هي المشكله فعلا الحقيقيه ان جمهور كبير عايز يحضر كل الماتشات في كل الالعاب. نتمنى في المرحله اللي جايه كل الجهات تتكاتف، الجمهور مع الامن مع الاتحادات مع كل الناس تتكاتف لدخول الجمهور الى الصالات، لان اللعيبه اللي مش هيسمع هتاف الجمهور هو اهم حاجه عنده، هو اللي بيديله الروح وفعلا مصدر قوه النادي الاهلي في جمهور
النادي الاهلي، واكيد رساله لجمهورنا الكبير وجمهور النادي الاهلي ان لازم نكون ملتزمين داخل الصالات. لما نخش الصاله لازم يكون ملتزم، ان التجربه لو حصلت وبداوا يدخلوا جماهير هيشوفوا التجربه بتمشي ازاي. تجربه اكيد لو ناجحه اكيد بنستمر، لكن التجربه لو مش ناجحه اكيد بتحصل فيها مشكله وهنقف تاني. اتمنى يعني فعلا كلاعب سابق كاعلامي دلوقتي بقول للناس في الاتحادات المصريه لازم يكون في خطوه نبدا بيها، لازم نبدا علشان كمان شويه نلاقي جمهور تاني مره داخل الصالات. شاكيلا last word would you like to say to الاهلي fans؟ I'm actually really excited to meet as many as I can. And I've heard such great things about the fans, and I, you know, some have reached out to me, so I can't actually wait to meet some of them. There are too many, okay. I swear. There are too many. هم كتير. too many. احنا هي طبعا اكيد بتتكلم مع جمهور النادي الاهلي، واكيد هي مستنيه جمهور النادي الاهلي وعايزه تشوفه وعايزه تتعامل معاه، واكيد دي حاجه كويسه، ويا رب باذن الله نتمنى تاني في المرحله اللي جايه ان جمهور النادي الاهلي يدخل للصالات ويكون داعم اساسي لكل الفرق عندنا في النادي الاهلي. بص يا علي هطلع لقطه الجمهور عشان تتفرجي على جمهور الاهلي وهو بيشجع اهو. ده جمهور دي ستار اهلي فانز. اوه واو. You're too excited, right? Yes. ده زي ما احنا شايفين قدامنا جمهور الاهلي داخل صاله النادي الاهلي. دي حاجه مهمه جدا. كابتن سرية لعبت قدام الجمهور ده بالشكل ده قبل كده ولا مش بالكم ده؟ لا مش بالكم ده، بس لعبت بطوله عربيه يعني ما كانش بالكم ده، بس حتى الكم خلي بالك دي داخل ده جوه الصاله. ما انا شايفه انسايد. Inside the men's hall. I would love to play in that. I just want to have لا ده جوه الصاله فعلا حابب العب قدام الجمهور الكبير ده. فعلا الجمهور ده بيدي قوه مختلفه وطاقه مختلفه. دي حقيقه. دي حقيقه. قولي لي مين اكتر واحد بيساعد شاكيلا في داخل مصر؟ والله هو يعني في النادي الاهلي يعني كلنا، هي لما بتبقى محتاجه حاجه من حد يعني بتلاقينا كلنا معاها. بتبقى محتاجه مثلا ان حد يعرفها مثلا مكان تخرج فيه، بنقول لها مثلا في مكان كذا، مكان حته اكل تجيب منها، بنقول لها مترو مثلا، هايب، اي حاجه، سوبر ماركت، احنا بنقول لها على طول. هي عارف خلاص، هي اصلا بقت حافظه ايه اللي جنبها وايه اللي مش جنبها. فلا احنا كلنا معاها ومش سايبينها خالص بصراحه. بصي احنا يعني وعدنا نتكلم مع كابتن سرية وكابتن شاكيلا لغايه يعني يومين كمان مش هنخلص. اكيد احنا مبسوطين هم كانوا معانا النهارده، واكيد دي حاجه مهمه جدا هي تكون معانا في اول حلقه ليها وظهورها في قناه النادي الاهلي بعد فتره. اكيد هي مبسوطه داخل النادي الاهلي، بتوعد الجماهير ان هي ان شاء الله هي وفرقتها وكابتن سرية بيوعد الجماهير ان يكونوا عند حسن ظنهم باذن الله في المرحله اللي جايه. اكيد لازم نشكرها ولازم نقول لها فعلا ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو. I wish you the best. Thank you. Again, welcome to الأهلي, and it was a pleasure having you tonight. Thank you so much. كابتن سرية نورتينا وشرفتينا. ميرسي. ودايما متألقة. ميرسي. ودايما نجاحات. إن شاء الله. ودايما بطولات. يا رب. في النادي الأهلي. إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله كرة السلة سيدات مع جمهور النادي الأهلي هيفرحونا، وبإذن الله يعني انا عارف حماس كابتن سرية وحماس نجمات الاهلي في كره السله مع الكابتن علي هاشم يقدروا يعملوا حاجه السنه دي ويقدروا يحققوا سيزون ان شاء الله مليء بالبطولات باذن الله. في اخر حلقه بشكركم والى اللقاء.